بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نتعلم مع بعض النهاردة درس جديد من سلسلة دروس برنامج سكراتش، والنهاردة نتعلم مهارات إضافة كائن إلى المنصة، إزاي نعمل نضيف كائن جديد إلى المنصة بتاعة العمل بتاعتنا. هيتم الذهاب إلى البرنامج، هنفتح البرنامج بالشكل ده. دي آخر حاجة إحنا وقفنا ليها، وهي تغيير الخلفية الخاصة بالمشروع بتاعنا. دلوقتي إحنا عايزين نضيف كائن جديد، هيتم الذهاب إلى اختيار كائن جديد من ملف اللي هو الأيقونة دي، وهيتم الضغط عليها. هيظهر لنا مربع حواري بالشكل ده، هنضغط طبعا. لو رجعنا كده المفروض هيظهر لنا ده الشكل ده اللي قدامنا ده. هنختار طبعا، عندي في animals، في fantasy، في leaders، في people، في transportation، في things. هنختار things. هنلاقي هنا مجموعة من الكائنات اللي ظهرت قدامنا بالشكل ده. هنحدد الكائن اللي احنا عايزين نضيفه للمشروع بتاعنا. على سبيل المثال مثلا ممكن نختار الكائن ده، وهيتم الضغط على زر موافق. هنلاقي كده هو الكائن بتاعنا تم إضافته إلى المنصة أو إلى المشروع بتاعنا، وبالتالي نقدر ننفذ عليه برضو مجموعة من المظاهر والأصوات والحركات اللي هنتعلمها في سلسلة الدروس القادمة.